السلام عليكم شباب، معكم أسامة غزال. اليوم بدنا نستعرض كيف بدنا نسوي هاندلينج للتاتش، كيف بدنا نشوف كيف نسوي المالتي تاتش، نشوف قديش الإحداثيات تبعت التاتش تبعتي، شو طريقة الحركة، هل هي كبسة، هل هي لفوق لتحت، يعني نحاول نشوف الجست تاتش كيف تسوي. خلينا نبدأ الآن. بنروح أول إشي على الـ Activity، المين Activity، بنشيل الـ Text View اللي هي الهلو هاي. بعدين بنروح على Constraint Layout، بنحط إلها ID اسم، أوكي. هون بنحط Android ID، بنحط My Layout. تمام، هلا نرجع على المين اكتيفيتي، على الديزاين، بنحط تنتين تكست فيو، بنسحب الاولى بنسحب الثانية، كبر الصورة، بنربطهم بالاطراف، هلا الاولى بنسميها text view 1، هاي ال ID تبعها، حط text view 1، والثانية هي اسمها text view 2. اللي على الشمال هلأ بدنا نحط فيها اللي هي التاتش الأولى، واللي على اليمين بنحط فيها التاتش الثانية. أول إشي نسوي import للكوتلين x dot android dot synthetic dot main dot activity main dot star. activity main هاي اللي هي المين activity تبعتنا، اللي هي اللاي اوت هاي بالضبط. هلا بال on create، داخل ال on create بنعطيه my layout اللي هي اللاي اوت اللي سميناها هون الكونستينت لاي اوت، سميناها ماي لاي اوت، بنحط له ماي لاي اوت دوت سيت اون تاتش ليسنر. بناخذ ثالث وحده هاي اللي فيها الايفنت والفيو، فيها الموشن ايفنت وفيها الفيو، ثالث وحده، اوكي. هذه الفيو هذيك الايفنت، نعم بنعرف له هلا فال بي كاونت، اللي هي عبارة عن الايفنت دوت بوينتر كاونت. هون اخذنا البوينتر كاونت، طبعا هون بدنا نرجع له نتيجة ترو اللي هي لل set on touch listener عشان ما تضلش يعطينا ايرور. نرجع هون نعطي لوب فور اي ان 0 دوت to p count sorry مش to until بنتيجي هاي until، اوكي. هلا بنعرف له الاحداثيات وبنقراها، بنعطيه val x يساوي اللي هي الايفنت دوت get x لل i، الثانية بناخذ فاليو لل y بنعطيه ال event dot get y. لل i تمام. الآن بنعرف له كمان value variable، ال value اللي هي ال immutable variable غير عن ال variables العادية، بتكون هي خلص تعرف مرة واحدة ولا تكرر، ما بنقدر نعيد تعريفها. له act يساوي event dot action، هيك بنقرأ احنا ال action اللي هو احنا ايش سوينا، كبسنا سحبنا. بعدين ال val بنحط له ال action index
event dot action index، ونعرف له كمان val لل id بيساوي ال event dot get pointer id لل i. بعدين بنعرف له كمان var، هالمرة نعرف له variable اللي هي مش immutable، هي mutable. var بنحط له اللي هو ال action string أو result act string، بنعرفها نوعها string. هلا بدنا نيجي نعطيه جملة when اللي هي الاكت اللي هي الاكشن، اي سمول لتر مش كابيتال. هلا بنيجي بنحكي له motion event dot، اذا كان الاكشن عبارة عن action up او action down او action pointer down او up، يعني هون بنحكي اول شيء action pointer down، اذا اعملي الاكشن سترينج اكتب لي في قلبه ptr down ptr اللي هي البوينتر. اوكي، في حال اذا كان الموشن دوت ايفنت اكشن اللي هي البي تي ار بوينتر، هاي البوينتر اب، البوينتر اب، اذا عبيلي في الاكشن سترينج بي تي ار اب. حتى نختصر الوقت خلينا ننسخهم، نسوي لهم بيست وبيست مرتين. هلا هدول بنغيرهم، بدل ما هي كانت بوينتر داون بنقول له اب او داون اب مثلا، وهون بنحكي له هاي مش بوينتر اب، اب خلص، وهون بنحط له اللي هي داون. اوكي، وهي بنحطها اون موف، وهون بنحط له else. فعنا هيك صار، هون بده يجي شيل ال PTR up، هون بده بصير، هون بنشيل ال PTR بنحطها down، وهون بنكتب له في قلب ال string move. يعني هيك احنا حولنا ال action ل string فعليا كأنه. وإذا كان مش غير هذولي بحط space، ما بدناش فاضي خلي. هون هلأ بنيجي بنحكي له اذا كان ال id اللي هي ال event dot get ib id pointer id equal صفر. بس قبلها بدنا نيجي نعبي ال string، لازم نجمع ال string كامل result، انه ايش بدنا نطبع، بدنا نجمع اللي هو ال x وال y وال action وال action index وال id كلهم في string واحد. فبنعرف له قبل هذا الحكي variable او valuable value اللي هي immutable variable val، بنحكي له نسمي ال val اللي هي action result بتساوي، بنفتح قوسين نقول له action نقطتين فوق بعض dollar sign action string backslash n، هاي عشان سطر جديد، يعني هيك بحط له انتر كأنه كبسنا انتر، ما يحطهم جنب بعض، يحطهم تحت بعض النتائج. بعدين نحط له اكشن اندكس نوع دولار ساين اللي هي اكشن اندكس. هاي برضو للي ما بيعرف هاي الامور، انه الدولار ساين تقدر تحطها جوا السترينج بجيب لك قيمة من القيم اللي انت كاتبها. بعدين نحط له باك سلاش ان لاي دي، سلاش ان الاكس وباك سلاش ان، بعدين نحط له الواي.
دولار ساين واي. اذا هاي الدولار ساين يعني بناخد كأنه variable في قلب السترينج بنحطها. هلأ في حال اذا كان ال id بيساوي صفر بدنا نحط ال action result في قلب التكست فيو 1. فنحكي له تكست فيو 1 هاي small letter t. اوكي دوت تكست بتساوي ال action result. في حال اذا كانت الاكش الاي دي مش صفر اللي فعليا كانت واحد او else مش صفر اذا نحط لها في التكست فيو 2. فالتاتش الاولى لازم تحط نتيجتها بالتكست 1 تكست فيو 1 والتاتش الثانيه حتكون بالتكست فيو 2. هذا بحال اذا كان عندي مالتي تاتش، اذا انا كابس على الشاشه باصبعين مش باصبع واحد وعمالي بحرك كيف الزوم، مرات بنسوي زوم اوت او زوم ان. اذا هون عرفنا الاكشن، حولنا الاكشن لسترينج. هيو اذا كان بوينتر اب بوينتر داون، اذا كان برضو اب او داون حطينا فيه او موف، وجمعنا النتيجة كلها كاملة مع الاندكس تبع الاكشن مع الاكشن اللي هي الاي دي. وحطينا كمان الإحداثيات اللي هي الإكس هاي الآي دي، وبعدين حطينا الإحداثيات اللي هي الإكس والواي. نيجي نسوي هلا تيست، نسوي رن للبرنامج نعطيه أوكي. نيجي نتطلع هلا كبسنا أول إشي هاي التكست فيو 1، هاي بدها تيجي عليها الكبس تاتش الأولى، والكبس تكست فيو 2 التاتش الثانية. هاي التاتش الأولى، هلا بدي أحط تاتش ثانية، بدي عشان الماوس نحط كنترول مع الماوس كأني بكون كابس كبستين على الشاشة مع بعض. هاي لاحظوا كيف احنا بنحرك هلا، هاي الاحداثيات بتتحرك، الاكس هيها بالعرض، الاحداثيات تبعت الاكس والواي في الطول. اوكي بنيجي بنكبس، هاي بعطينا فوق الاكشن اب وموف، ومعطينا الاكشن اندكس يساوي صفر والاي دي يساوي صفر. نيجي هلا نحط الكنترول علشان نقدر نسوي تو تاتشز على الشاشة نفسها بنفس الوقت، لأنه ما عندي ماوسين أنا أكبس. فبنحط كنترول، ها شوف كيف هيك صار كأني بسوي تو تاتشز مع بعض. فلاحظوا انتو على اليمين اي دي 1 وعلى الشمال اي دي 0 اللي هي التاتش الثانية. فعلى اليمين عم بعطيني التاتش الثاني إحداثياتها، وعلى الشمال بعطيني التاتش الأولى إحداثياتها، الاصبع الاول والاصبع الثاني. ولاحظوا كيف الاكشن بكون مرات معطينا موف، مرات معطينا اب، اي بي تي ار اب اب بهاي الطريقه. اذا عجبكم الفيديو ان شاء الله تكونوا استفدتوا منه، ما تنسونا من اللايك والشير، واذا مش مسويين سبسكرايب في القناه سووا سبسكرايب. الله يعطيكم العافيه والسلام عليكم ورحمه الله.